البحرين دكتور رامي لبيب عالم الدين رئيس الجالية المصرية في البحرين. أهلا بك يا دكتور رامي. أهلا وسهلا بحضرتك، أهلا أهلا وسهلا بحضرتك، بحضرتك والسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. عايزين نتكلم شوية على الانتخابات، عندكم أخبارها إيه وإقبال المصريين؟ إحنا عندنا تقريبا كم مصري في البحرين يا فندم؟ حضرتك الجالية المصرية في مملكة البحرين 32,000. عظيم. حجم الإقبال أو نسب الإقبال عاملة إزاي؟ نسب الإقبال جميلة جدا. لو حضرتك تابعت منذ بدء عملية التصويت توافد عدد كبير جدا من المصريين في مملكة البحرين على صناديق الاقتراع بمقر السفارة المصرية بمملكة البحرين. كان هناك تيسيرات وتسهيلات جميلة جدا من السفارة في مملكة البحرين برئاسة السفيرة ريهام خليل، بالإضافة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات والتعليمات اللي احنا بنتلقاها على مدار الساعة وبيتم نشرها على جروبات الواتساب ووسائل التواصل الاجتماعي للتعريف بأهم المستجدات اللي بتصدر من الهيئة الوطنية. عظيم عظيم. وبالتالي حجم الإقبال جيد، نسبة الإقبال عالية. أبرز المشاهدات اللي احنا قدرنا نرصدها منذ اليوم الأول حضور طاغي للسيدات وجميع الأعمار باصطحاب أسرهم، لأن حضرتك تعلم إن المجتمع البحريني مجتمع له طبيعة خاصة ويتميز بأنه معظمه من الأسر والعائلات، ومعظم الناس في مملكة البحرين المصريين المقيمين فيهم يعرفوا بعض جيدا، وقصر المسافات بالنسبة للوصول لمقر السفارة المصرية أدى بنسبة كبيرة إلى كثافة في التصويت ورغبة من الجميع في المشاركة وتحفيز الآخرين للمشاركة الانتخابية. هايل هايل هايل. أنا مشكورك جدا يا دكتور رامي، كل الشكر. دكتور رامي لبيب عالم الدين رئيس الجالية المصرية بمملكة البحرين الشقيقة.